بدرس في جامعة المنصورة كلية تجارة. المشكلة إن أنا شغال لوحدي، بس أنا حابب كده علشان أنا اللي راسم كل حاجة بدماغي، يعني أنا اللي بكتب السكريبت، أنا اللي بجيب الماتيريال اللي هتتحط في البرنامج، أنا اللي بكلم الناس اللي أنا عايز أصور معاهم، بس أنا مبسوط بكده يعني. عندي من زمان، بس انا ما كنتش عارف اعمل ايه. يعني انا كنت نفسي اعمل حاجه من زمان، بس يمكن يعني وقت ما انا كنت صغير ما كنتش عارف هي ايه. لما كبرت شويه عرفت ان انا هبقى في المكان ده، يعني عايز اقدم برنامج على الهيب هوب يفيد حركه الهيب هوب في الشرق الاوسط كله. هي المواضيع الافكار موجوده اساسا من زمان معايا، بس زي ما قلت لك ان انا مش عارف انفذها ازاي. لما قدرت انفذها ابتديت اكلم الناس اللي انا شايف ان هم فاهمين في مثلا في الجرافيتي، في البيت بوكسنج، في الرابن، في اي حاجه. ابتديت اكلم الناس دي وبحاول بقدر الامكان اوصل الفكره لعامه الشعب. اللي بتعجبني قوي المتسول لعادل امام. لا، الافلام الهيب هوب من اكتر الافلام اللي انا بحبها. فيلم بريكن كان انتاج سنه 84، كان بطوله ايس تي، ميلا ميل، تربو، اوزون، وكتير من فنانين الهيب هوب التانيين. لسه ما اعرفش، بس ان شاء الله اكون ممثل هيب هوب في الشرق الاوسط يعني. ان شاء الله باذن الله. لا طبعا مش هطير، بس انا بكره افكار الناس. انا برج العقرب. والله في ناس كتير في نفس المجال بتاعي بتحاول قدر الامكان انها توصل للمنتجين، او صوتهم يوصل. فانا بحاول اعمل يعني اوصل الرساله لعامة الشعب من خلال كل الناس دي، كوميونيتي، اجمع كل الناس دي مع بعض. يشوف الحاجه اللي هو بيحبها وفاهم فيها، علشان اليوتيوب مش زي التلفزيون. أنا هشام العسوي، وعلى فكرة مش بعيد عليك.